والحشيش والاستكنين. اوكي الحقيقه الاستكنين is not very important as the rest of the plant proteins. اوكي but as long as it's not cancer هنفهم. اوكي ما اضمنش ايه اللي ممكن يجي في الامتحان. طيب الديجيتاليس يا جماعه ده اسمه الكاردياك فوجن. اوكي على الاسبان ده لازم يكون عربي. اوكي سو يو دونت اندرستاند اني ثينج باي ذا اند اوف ذا ليكتشر كان اسك يو. اوكي سو الديجيتاليس اللي هو الكاردياك فوجن السورس بتاعته الحقيقه ده عباره عن كاردياك جلايكوزايد موجوده في البلانت اللي هو ديجيتاليس بيربرا ديجيتاليس لاتا ميديترينيان سي اونيون والاولياندر. السورس دي ممكن تجي لها مالتيبل تشويس. ذا سورس اوف اني بوزن كان كاوند ا فورم اوف مالتيبل تشويس كويستشن. اوكي الاكتيف بلانت بتاعتنا الديجوكسين وده الموست كومنلي بريسكرايبد. في ديجوكسين ديجتالين وديجتوين كل دول اساميهم اكتيف برانسبرز اوف ديجتاليس. يا جماعه ديجتاليس من اهم الحاجات زي على مستوى الاورال بيحبوه جدا عشان الكارديك بيشنتس خلاص وبيحبوه لان الحقيقه التوكسيتي بتاعته خطيره. It has ability to toxic effect. طيب هو اصلا عباره عن ايه اسمه كارديك بويزن. So it is used in the treatment of cardiac patient for treatment of what's called congestion heart failure and atrial arrhythmia. Okay. Condition of poisoning most commonly واللي احنا الحقيقه بنشوف في مركز سموم كتير جدا هو الاكسيدنتال يوز. اوكي باي ذا بيشنت ذيم سيلف لانه غالبا الكارديك بيشنت ليه جرعه معينه لما بتزيد عن حدها بيعمل فيها توكسيك افكت. اوكي انا دايما اقول لهم في الكاتب ده اللي هو يقول لك ايه ما زاد عن حده انقلب الى ضده ما زاد ينطبق عليه وات اكسيد ات اماونت ليدز تو توكسيك افكت. اوكي ابلايد فور ديجيتاليس بويزن موست كومن ان ذا تشيلدرن وليس كومن ليدز بي سايدد. ساعات لو عيان الكارد ده تعبان هيز فيري ايل وعنده سايكولوجيكال ديس اوردر هي كان كوميت بي سايد باي تيكينج ديجيتاليس بويزن فور بي سايدد اكتنت. اوكي الميكانيزم اوف اكشن الحقيقه هم ليه بياخدوه او ليه بيحبوه على مستوى الكارديك بيشنت لان هو ليه ثيرابيوتيك افكت. اول حاجه نيجاتيف كرونو تروبيك سو بيقلل الهارت ديكريز ذا هارت ريت. بوزيتيف اينو تروبيك سو انكريز ذا كارديك اوت بوت وبيزود الرينال انكريز ذا رينال بلاد فلو. يبقى ات هاز 3 امبورتنت ثيرابيوتيك دوز. اند اف اي تيل يو ان ذا اكزام ميكانيزم اوف اكشن اوف ديجيتاليس يو شود منشن بوث. Should mention therapeutic action and toxic, برافو عليك يا رانيا, and toxic A action. So negative chronotropic معناها انه بيديكريز الهارت ريت. Positive chronotropic معناها انه بيزود الكارديك اوتبوت وبيزود رينا بلاد فلو. اوكي توكسيك دوز الحقيقه هو بيعمل كل ده. Number one is a cardiac poison and it is the most serious manifestation. GIT affection and it is the earliest manifestation. Visual manifestations and CNS manifestations. So, the toxic action again, it has cardiac poison, cardiac effect, serious cardiac effect. Number two, we have GIT manifestations, okay, دي مهمة جدا, which are the earliest. خلي بالكوا في المالتيبل تشويس كويستشن مهمة قوي القصة دي. لما يقول لي if he say in a statement, the earliest manifestation of digitalis toxicity is the GIT. But if he said in the statement, okay, the most toxic or the most serious manifestation of digitalis toxicity is bravo عليك اللي هو cardiac manifestation. برافو عليك. اوكي visual manifestation and CNS manifestation. طيب التوكسيك اكشن بيشتغل ازاي؟ it inhibits what's called sodium potassium pump 80 base. So it leads to increase the intracellular sodium and calcium and the extracellular potassium. Okay, so in acute toxicity I will have hyperkalemia. Okay, but in chronic toxicity it will lead to hypokalemia. This is a very important finding of digitalis toxicity. Again, in acute toxicity they always play with the statement in the multiple choice question. Okay, go ahead. So, in the case of acute toxicity we have hyperkalemia. But in the case of chronic toxicity, we have hypokalemia. Why hypokalemia? Very good. Because all of the patient, of the cardiac patient, had what's called fluid overload. So we had the anti or had an antidiuretic effect or the, sorry, diuretic effect drug. Okay, that's number one. And number two, because the gel itself increased the renal blood flow. So because of the concomitant diuretic therapy, this is number one, and number two, because the digitalis itself increase the renal blood flow. Okay, clinical presentation or the clinical picture, as I have said, that the
manifestations. Okay. What type of manifestation does cause the digitalis? Does it cause tachycardia? Does it cause bradycardia? Actually, it causes. It can go. It can cause both. ممكن يعمل الاثنين. ممكن يعمل يا إما أريثميا يا إما bradycardia. إما tachycardia إما bradycardia according للجرعة اللي واخدها العيان وaccording للحالة اللي كان عليها العيان قبل ما ياخد الايه التوكسيك دوز. يبقى إذا هو ممكن يعمل atrial ventricular brady أو tachy arrhythmia. طب يعمل إيه على atrial tachycardia أو flutter أو fibrillation؟ يعمل إيه على ventricular very common extra systole؟ يعمل إيه للbrady arrhythmia؟ يعني حاجة اسمها silent bradycardia up to cardiac arrest. يا جماعة ده سؤال oral very very important. تقول لك في الامتحان يا ابني هو العيان بتاع digital toxicity يعمل لك atrial ولا ventricular؟ تقول يا فندم الاثنين، ممكن يعمل atrial ممكن يعمل ventricular. يقول لك يا ابني يعمل tachy arrhythmia ولا brady arrhythmia؟ يقول يا فندم ممكن يعمل الاثنين، tachy arrhythmia اوكي and او brady arrhythmia up to cardiac arrest. طيب ده الموست سيريس او الموست فريكوينت manifestation. لكن اول حاجه هتبان على العيان اكشولي هو الجي اي تي manifestation in the form of anorexia nausea vomiting chronic and diarrhea. most of the poisons in toxicology cause GIT manifestation the form of nausea vomiting and chronic and diarrhea. اوكي فيجوال مهمه قوي، بيعمل حاجه اسمها جرينش يلو فيجن. ليه اسمها جرينش يلو فيجن؟ اللي بيأثر على برافو عليك بيأثر على الروز والكونز افكشن تحت الضغط الرمد الروز اند كونز ايه افكشن. طيب ممكن يعمل ايه على السي اي اس؟ ممكن يعمل لك هاتك شويه ديليريوم وهلوسينيشن. اوكي ممكن يعمل لك حاجه اب تو سايكوزس. يبقى هو بيعمل على مستوى السي ان اس هاتك وديليريوم وهلوسينيشن. اوكي نيجي بقى للانفستيجيشن. احنا قلنا اتفقنا لما يسالني عندي سؤال انفستيجيشن انا عندي حاجه اسمها ستامبا. ايه هي الستامبا؟ عندي حاجه اسمها روتين انفستيجيشن وعندي حاجه اسمها سبيسيفيك انفستيجيشن. ايه هو روتين انفستيجيشن؟ اول ما تدخل اي استقبال في اي مستشفى يقول لك يا ابني الدكتور يقول لك التمريض ايه؟ يا ابني اضحك معامل. ايه المعامل دي؟ ده فورم اب سي بي سي. ايوه اي بي جي برافو عليكم. ايه كمان؟ سيرم الكترولايت. ها ليفر فانكشن كيدني فانكشن كوابليشن بروفايل. دي يا جماعه سموها روتين انفستيجيشن. طيب هنا على مستوى الديجيتاليس يهمني قوي ايه؟ يهمني طبعا الكترولايت ليفل لانه هيبقى عندي هايبر كاليميا اجين في الاكيوت توكسيستي وهايبو كاليميا انكرونيك توكسيستي. طيب على مستوى الكيدني فانكشن تيست مهمه قوي. ليه يا جماعه؟ لان لو عيان بياخد كارديك بيشنت وعيان بياخد ديجيتاليس وعنده حاجه سموها يعني سام سورت اوف رينال كومبرومايز كيدني افكشن ده هيقلل الاكسكريشن بتاعه الايه؟ الديجيتاليس ميتابولايت ده اللي هيزود الايه؟ التوكسيسيتي. يبقى اذا رينال امبيرمنت او رينال كومبرومايز اولتر اليمينيشن اوف جلايكوزايد اللي هم الميتابولايت اوف ديجيتاليس. ولما انا اقلل الاكسكريشن بتاع الميتابولايت معناه انا بقلل بزود الايه يا جماعه؟ بزود التوكسيسيتي. طبعا ده اسمه الكاردياك بويزن ده الطعم الاصلي للكاردياك توكسيستي. العيان ده شود بي كونتينوسلي محتاج كاردياك مونيتورنج فور ايه؟ فور اريثميا وذر اتريال اور فنتريكل وذر برادي اور تاكي اريثميا. طيب الديجوكسين ليفل هم لقوا لو انا عملت سيرم ليفل الديجوكسين لقوا ان كونسنتريشن اكتر من 15 نانو جرام بير مل لتر ده معناها سيريس بروجنوز ده يهمني انا كمانجمنت سيريس بروجنوز. طب نيجي بقى للتريتمنت. ايه التريتمنت بتاعتي؟ اول حاجه لو عيان كارديك يا جماعه ريفنشن اوف فيردر اكسبوجر. لو عيان كارديك وانت اهل المريض لازم لو في دكتور في العيله هو اللي يمسك الدواء لانه غالبا العيانين بتوع الديجيتاليس كبار في السن عندهم شويه سام سورت اوف ميموري امبيرمنت فممكن ياخد الدواء مرتين. This is an advice okay from a doctor if you have in your parents anyone who took cardiac medications okay as a doctor you should monitor the drug because they usually have some sort of memory impairment so they can take the drugs twice per day or three times per day because they forget they already took that drug okay. طيب نيجي بقى للحاجه الثانيه supportive measure in general A B C airway breathing circulation and coma. انت هتعملها لنفسك in brief منين؟ from general toxicology. لو سالك على اي treatment هتكتبه number one supportive measure وانا اكتبها بطريقتي انا A B C مختصره for example نص صفحه من الايه؟ من الجنرال توكسيكولوجي. طيب treatment of electrolyte disturbance مهمه قوي لانه the most important actually manifestation بتاع الستريس توكسيستي is electrolyte disturbance. طيب لو انا عندي حضرتك هايبركاليميا في الاكيوت توكسيستي ادي ايه؟ ادي انسولين ان 5% ديكستروز. اشمعنى الانسولين ان 5% ديكستروز؟ because it leads to انها بتانتر البوتاسيوم inside the cells. اوكي؟ so it decreases the hyper
كريم. سو ليه يا جماعه؟ عشان بتبروموت الموفمنت اوف بوتاسيوم انتو انترا سولار انتو ده ايه ده سيلز. طب لو انا عندي هايبوكاليميا في حالات الكرونيك توكسيستي ادي ايه؟ ادي بوتاسيوم فورم اوف بوتاسيوم كلورايد. اوكي يبقى انا عندي هتريت او همانج اكوردنج للبوتاسيوم ليفل. If I have acute toxicity, I will have hyperkalemia. So I will have to treat hyperkalemia by what? By what? By giving what's called insulin in 5% dextrose. Why, Dr. Amani? Because it leads to movement of the potassium from extracellular to intracellular cells. Okay. And in the case of hypokalemia, in the case of chronic toxicity, I will need to give him potassium in the form of potassium chloride. Okay. I have. For example, very important, the anti-arrhythmic drugs. خلي بالكوا ان الموست اجين احنا في الموست فريكوينت والموست سيريوس مانيفستيشن اوف كارديك توكسيستي از اريثميا، محتاجه anti-arrhythmic drugs اللي هم عباره عن فيديتاين ولينوكين واتروبين. طيب جي اي تي دي كونتامينشن، انا محتاجه جاستك لافاج ومحتاجه لوكال انتيدوت مالتيبل دوز اكتيفيتد شاربول او الكوليستيرامين، وده يا جماعه بديل الاكتيفيتد شاربول وان اوف ذا ادزوربنت. طيب اهم حاجه ده انا قلتها انه هالتوكسيكولوجي في الحقيقه ايه؟ عباره عن حاجتين، ميكانيزم اكشن اند انتي دوز. توكسيكولوجي ايكوال ان لايف ميكانيزم اكشن بلس انتي دوز. سو ذا موست امبورتنت اي ويل تيل يو باي ذا اند اوف ذا يير ذات ذا لاست اي ريفيجن اوكي بيفور انترينج ذا اكزام بيفور تيكينج فروم يو ذا بوك از ويل بي اكشن اند انتي دوز. الدفعه اللي فاتت يا جماعه عملت ايه؟ عملت مجموعه من الطلبه اتبرعوا ان هم يعملوا الاكشن بتاعت مثلا مجموعه من الدراجز وبعدين اكشن وانتي دوز. انا عايزه ايه؟ عايزه اكشن وانتي دوز. حد يعمل بلاند بوجن وحد يعمل هادي ميتال وحد يعمل انسكتيسايد واجمعها في الاخر في ورقه كبيره واوزعها في الدفعه كلها بحيث تبقى دي اخر عين تيجي عليها قبل ما انت داخل الامتحان هو الاكشن والانتي دوز. لانه الاكشن انت هتعرف تفتكر بيه كلينيكال بيكتشر. اوكي اف يو نو ويل ذا ميكانيزم اوف اكشن ذن يو كان ريمبر فيري ايزلي ذا كلينيكال بيكتشر. اوكي so physiological antidote is called DGBind or digoxin specific antibody Fab fragment. Again, DGBind or digoxin specific antibody Fab fragment. Okay, how it can be prepared? I will tell you by immunizing the sheep by digoxin albumin, it will produce antibody against it, vegetarian, and I will give this antibody to that patient. Sorry. Okay. ايه بقى الدوز؟ طبعا الدوز يا جماعه موجوده في تكست بوكس سورة كالكوليشن، بس هي بتعتمد على ايه؟ انت عايز تعرف انها ايه؟ according to the body weight، according to the body weight of the patient. الانديكيشن بتاعة الديجيباين، مش بس الحقيقه انديكيشن اوف ديجيباين، اي انديكيشن لاي انتي دوز زي مثلا فلوبازينين بتاع البنزي، او اي انديكيشن لحاله محتاجه هيمو دياليسيس، it's very important. اوكي؟ so ايه الانديكيشن بتاعتها؟ السيرم ليفل اكتر من 10 نانو جرام في المليلتر في الكبار و5 فين؟ في الاطفال، او انجكشن اوف اكتر من 10 مللي جرام في الكبار و4 مللي جرام في الاطفال. وهنا الدوزز اتس ا ماست. You must remember these doses by your heart. ليه يا جماعه؟ الناس بتحب تلعب فيها بالام سي كيو جدا. يقول لك مثلا الانديكيشن بتاعت دي جي باي لما يكون عندك انجكشن اوف اكتر من 10 نانو جرام في المليلتر. غلط. نانو جرام بير مليلتر يا جماعه ده سيروم ليفل، لكن الجاج معناها ملي جرامز. اوكي. اثنين لما يبقى عندك سيفير كارديك اريثميا، ثلاثه لما يبقى عندك هايبر كاليميا مور ذان خمسه لخمسه ونص، دول سنه مهمه، ملي ايكوفيلنت بير ليتر، او يكون عندك هارت بلوك ايفن فيرست ديجري. So you have four indications of the GBI you must study by your heart, like your nails. Okay? طيب يشتغل ازاي دي جي بايند؟ يا جماعه بيعمل حاجه اسمها ريفرسال اوف تيشو بايندنج، يعني بيعمل ايه؟ بيعمل بايندنج للفيجيتاليس انترا واكسترا سيلر، يعمل معاه ايه؟ يعمل معاه كومبلكس رابيدلي اكسكريتد ان يورين. هو الايم بتاعي ايه من اي انتي جون؟ ان انا احول التوكسيك كومباوند ان نون توكسيك كومباوند رابيدلي اكسكريتد ان يورين. اوكي؟ فاكرين دي ايه؟ طيب تعالوا نحل الاسئله مع بعض. What is the most sensitive sign of anticholinergic? What is the most clinical sensitive sign of anticholinergic? I know I revised my region of students. Okay, that's tutorial. It was a big tutorial. Okay, for the Arabic students. Okay. ايه هو يا مرانيا؟ ايه هو the most important clinical sign of anticholinergic? I know you do. I know. انا رجعت معاهم كل الحاجات اللي قالوا لي.
اصلي الانتيكولوجي بتاعت المنهج طبعا. اكيد بقول لك انتيكولوجي والبس والدراج عندهم حاجه اسمها ايه انتيكولوجي لايك افكت في الميديكال. خدتوه في الميديكال تي تي اي في الفايزين انتي ستابيلتس. ها ايه المصري؟ نعم برافو عليك دكتور. برافو عليك يا شادي. الموست امبورتنت طبعا الناس بتقول ايه برايمس لكل الايه السكريشن. مش هو ده الامبورتنت كلينيكال؟ احط بالسماعه ايه اسمع ايه على عيان جاي لي بانتي كولينرجيك توكسيستي؟ يا جماعه دي اسئله ممكن تيجي اورال. خلي بالكوا اسئله الاورال مش دايركت كويشن ابدا. ها اسئله الاورال اللي بيجوا يمتحنوكوا هم رؤساء مركز سموم في عين شمس فانا مش عارفه المنصوره مصلحه طب شرعي. فلما حد هيجي يسالك مش هيسالك قوي بالكلام دايركت كويشن، هيسالك بصوره يعني اور بوينت اوف فيو اوف هيز جوب شغله. فيقول لك مثلا عيان بتاع المركز السموم جاب لي واحد جاي لي بانتي كولينرجي توكسيستي تسمع عليه ايه؟ يقول يا فندم اسمع عليه تاكي كارد. برافو عليك. طيب اشمعنى يا جماعه الدي جوكس من سبيسيفيك انتي بودي فات فراجمنت؟ اشمعنى الهيترود فراجمنت؟ برافو عليكي جدع. برافو عليكي يا فور ريزن لازم اورجانيك وبالتالي يدوس لاس الرجيك رياكشن. اي نو اي نو اوكي نمبر 1 نمبر 2 ها وايه تاني يعني فراجمنت اكسكريتد ايه؟ يوريك ودي فود ايه؟ فراجمنت. طيب اوكي اجين انا دلوقتي عندي في الكومو كوكتيل دواء اسمه نالوكزول. ايه هو الكوكتيل؟ اتس فورمد اوف 3 امبورتنت دراجز نمبر 1 ديكستروز نمبر 2 ثيامين نمبر 3 نالوكزول. طيب نالوكزول ايه عندي التوتال دوز اوف نالوكزول؟ 10 ملي جرام. انا بفضل ادي العيان 2 3 ملي جرام بير كي جي اب تو ايه؟ توتال دوز اوف 10 ملي جرام. افرض اديت العيان 10 ملي جرام ما اتحسنش. برافو عليكي. يبقى الاجابه ايه بقى؟ other cause of CNS depression. ده سؤال قول يقول لك يا ابني اديت العيان اب تو 10 ملي جرام والكونشس ما اتحسنش. تفكر في ايه؟ قول يا فندم العيان ده مش واخد مورفين سيمبلي. بس انا ما بخافش من كوبا كتير منين؟ من النالوكزول لان ده ما ينفعنيش ماي دورينيش بعكس مين؟ برافو عليك يا دكتوره بعكس الفلوما دينيل اللي هو لو ما نفعنيش هيضرني. وكلمه تضرني ايه؟ تاني هقول تاني كلمه تضرني معناها ايه؟ تكسيكولوجي حاجتين كاردك اريبيا اند كونفولشن. اوكي؟ طيب اخر حاجه ترامادول تروح لكم قبل كده فاصل ونواصل هنواصل على طول. طيب what are the poisons for which atropine is used as an antidote؟ برافو عليك جدع. برافو عليك كده دكتوره برافو عليك يا سلمى هايله. اوكي هنا تبان بدايات بقى التوكسيكولوجي كده انا فرحان خلاص. يبقى الاتروبين از يوز از ان انتيدوت فور 3 امبورتنت دراجز. نمبر 1 ون اوف ذا بلاك بويزنز كولد مورفين. نمبر 2 انذر بلاك بويزن كولد ديتيلز. اند نمبر 3 ون اوف ذا انسكتيسايدز كولد اورجانو فوسفيت. فيري جود. طيب ايه هو؟ اتفضل. صباح الخير تمام يا حضرتك عامله ايه؟ عايزه انبهكم على محاضره المتر بكره ان شاء الله الساعه 10. ماليزيا ولا القاهره؟ لا ده حاجه ده سبورت الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طيب انت عندك للقاهره ولا للقاهره ماليزيا متاز ما خدوهاش. للقاهره. اكتبي بقى اسمها على طول العين المدرج خلاص اتقفل. فيبقى على الساعه 10 ان شاء الله. هي. محاضره المتاز خلاص؟ اوكي لو مش شرط يلا تعالي. اوكي طيب ايه هو الانتيدوت فور اتروبين؟ اي هاف تو انتيدوت. برافو عليكي انت. The most important is which is better, phytostigmine or phytocarbine? Phytostigmine. Phytocarbine. Bravo, I'm going to cross the blood brain barrier, while phytocarbine acts peripherally only. But phytostigmine needs certain precautions. See how our precautions. Bravo, I'm for fear of brandy. Okay. خلاص هنقول النهارده الاكل بتاع الدجتالس و what's it antidote. طيب ندخل بقى على الكنابس او الحشيش او البامب. كل دي اسامي واحده لنفس البويزن بس هناخد من البلانت هو ده ليفل اكوردنج. اوكي البامب ذا بلانت اي تيك فروم ات الحشيش. السورس بتاعته ايه يا جماعه؟ كنابس ساتيفا وكنابس انديكا. موجود فين؟ قلنا انه الكنابس هو الحشيش هو البامب. المهم باخده منين؟ الحشيش باخده منين يا جماعه؟ من فلاورنج توبس. الاويل باخده من الريزن. البامبو بنشف الورق فروم دراي ليفز وماريجوانا فروم فلاورز اند ليفز. اوكي اتركوا بقى في تراكم تاكسي وبعدين الراجل سالني دكتوره عن الحشيش
وحاجات في فيز وفي مركز سموم. قال لي طيب هو حاجة يعني الحشيش اخباره ايه؟ قلت له خير الحمد لله، يعني ادكشن ولا مش ادكشن؟ قلت له ادمان ولا مش ادمان؟ طبعا العرب. قلت له الحقيقه لا هو مش ادمان فرح. قال لي طيب وحياتك عارفه البامبو بتتعمل ازاي؟ قلت له بلاش اعرف البامبو والحشيش والحاجات دي، فبعدين بصيت بقول لك وحياتك بتتعاطي ولا ايه؟ تقول لي هو يعني ان هو مش بتبدا ان انا دكتوره في مركز سموم. خلاص قلت له يعني هو حقيقه مش ادمان بس هو باي ذا اند لانه قاعد بقى يستوببني طب الحشيش اخباره ايه وبيعمل ايه على مستوى الدماغ؟ طبعا طبعا بياخد حشيش طبعا. ها؟ بيسالك انت كده على الحشيش وعايز اعرف معلومات عنه كتير قوي وخاصه الولاد. خلاص تعرف ان هو عايز ياخد منك معلومات. الحشيش مش ادكشن هتقول دلوقتي، بس الحقيقه باي ذا اند اخر ثيوريز لبتوع النيورو يا جماعه قالت لهم حاجه اسمها برين الحياه ده irreversible brain death اللي بيدوس في البرين ما بيرجعش تاني. خلاص؟ طيب الاكتف برنس بتاعته اسمه ايه؟ اسمه دلتا 9 تترا هيدروكانابينول تي اتش سي. ويا جماعه بيحبوا يلعبوا اسامي ميتابولايت مالتيبل كويشن، ها؟ بيحبوا يلعبوا اسامي ميتابولايت. طيب يبقى اسمه ايه؟ دلتا 9 تي اتش سي او تترا هيدروكانابينول. بيتاخد ازاي الحقيقه؟ دي ناس بتحبه ولا بيتاخد بكل طرق؟ بيتاخد سموكت في سيجرت او الشيشه، بيتاخد انجستد الون او مع الكوفي او مع التي. الحقيقه ممكن يبقى بيرن ان كلوزد سبيس. خلاص كان في واحد في البيت على طريق مدينه نصر وصلاح سالم، في كده واحد كان هوملس في الشارع عمال بيدخن في ايدينا. انا الحقيقه ما خدتش بالي من الهوملس ده لغايه بس واحد قال لي دكتوره شايفه الراجل اللي بيعمل بي الهوملس اللي هو الراجل، قلت له ايوه، قال لي بيعمل ايه؟ فطبعا التبك كان بيحشش، هو ماسك الدعوه وبيعمل ليه جوه الازازه عشان الدخان ما يروحش في اي حته، فهو ياخد كل الدخان. خلاص فهو بيرنت ان كلوز سيف. نعم ايوه. لا ده هو كان ما كانش كوبايتين، هو كان في ازاز يعني، هو عشان ياخد كل خلاص بيرد ان كلوز سبيس اللي هو كان جلاس او كاب. في تابلس يا جماعه اصلا الكنابس منه يا جماعه ادويه اسمه مارينول درونابينول، وده بيعالجوا بيه يا جماعه التيرمينال كانسر بيشنتس. التيرمينال كانسر بيشنتس ربنا عمل المورفين والمشتقات والكنابس عشان علاج امراض مش عشان احنا نتعاطاها. طيب اللي جاي لهم اكشن الحقيقه لو ان الريسبتور فور تي اتش سي موجود اول اوفر ذا برين، موجود في البيناغانجليا في الكورتكس في البيضاضه في كل حته. طيب بيعمل ممكن يعمل لك ستيميليشن للسي ان اس او ديبريشن اكوردنج ثلاث حاجات. المود اوف يوزر اللي بياخده ده اخباره ايه؟ اثنين انه ساعات يا جماعه بيحاولوا دلوقتي ممكن يعمل يوفوريا ممكن يعمل ديسفوريا. ها هم الاول بيجربوه عشان بيكون الناس زعلانه فعايزه تعمل دماغ عاليه فبياخدوه عشان يضحكوا، لكن لو واحد اصلا بيضحك وخده مع اصحابه تاني هيعيط، يبقى هو المود اوف ذا يوزر. تاني حاجه الكونسنتريشن بتاع تترا هيدروكانابينول. تالت حاجه الروت اوف ادمنستريشن بقول لكم بيدخنوا جوه الزيت عشان يبقى كل الدخان داخل عليه يعني يستمتع اقصى استمتاع. طيب بيستيميليت سمباثيك وينهبت الباراسمباثيك. ماشي طبعا السنه دي هتستهدف الاورال اساسي بما ان مصر الدوله الاولى على العالم في الترانسبورتيشن انجلز. خلاص وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل عليها اعلان باذن الله تحبوا تحضروها. هنعمل هنا عندنا ندوه ان شاء الله في الطب الشرعي بعد شهرين او حاجه هنعمل علاقه بين دراج ابيوز ندوه مجتمعيه يحضرها الاعلام وكل حاجه من دراج ابيوز وترانسبورتيشن انجلز. فالبنيوتين الكبار اللي عندنا الحشيش والترامادول. خلاص يعني اهميه الحشيش السنه دي في الاورال انه الحقيقه جاي له ليه؟ عاطر عليه ليه؟ عشان احنا مصر ان ذا فيرست ايجيبت ذا فيرست كونتري يعني انفورشنتلي ان ذا ترانسبورتيشن انجلز due to حشيش and ترامادول. اوكي سو عندنا بقى ايه هو الكريتيكال بيكتشر. اول حاجه بيحبوه ليه؟ انا مثلا يعني او هو اسمه كده يا جماعه اسمه السبايدر مان او السوبر مان فيلينج. ذا سوبر مان فيلينج. طب هو بيحبوه ليه بقى؟ اوكي هو بيحبوه ليه؟ عشان بيعمل يوفوريا فلوتنج ان ذا اير. انا طاير في السماء، انا حاسس ان انا مش حاسس بحاجه، انا حاسس ان انا احسن واحد في الدنيا. فلوتنج ان ذا اير سنس اوف ويل بينج، انا احسن واحد، انا ارجع واحد، انا اشطر واحد. ها اي ام ذا موست كلافر، اي ام ذا هابيست وان اول اوفر ذا وورلد. اوكي نمبر 3 توكتفنس، هي توكس تو ماتش اباوت هيم سيلف، اي كان دو ذيس اي كان دو ذات. اوكي اي كان ايفن فلاي سيكشوال. اوكي ذا مين بقى ذا مين ايم اوف حشيش سبيشلي ان سيرابينز سبيشلي ان سيلبريشن از ذا سيكشوال اور ذا ايروتيك دريم. ليه يا جماعه؟ بيعمل حاجه بيسموها ديس اورينتيشن اوف تايم اند بليس. اوكي اول حاجه تايم معناها ايه؟ انه بالنسبه له مينت سيم اوت سو يبقى عنده حاجه واتس كولد فورس برولونجيشن اوف سيكشوال اكت. اكشولي هو قاعد مينت هو فور هيم سيلف. اوكي هي سيم سيم اورز فور هيم. طيب نمبر 2 ده بقى يا جماعه الترانسبورتيشن انجلز اللي هي ايه؟ ديس اورينتيشن اوف سبيس انه الديستنت اوف النير اوبجكت ابير فيري ديستنت. ده يا جماعه شاهد العيان
في قصه الاوتوبيس اللي اتفحم بتاع الاطفال، شاهد عيان بيقول انه فجاه الاوتوبيس العباخوت ده دخل على اوتوبيس الاطفال كسر عليه. ليه؟ لان هو متخيل ان اوتوبيس الاطفال ده بعيد جدا عندي، ها، فراح داخل كسر عليه، راح تاني معلش فرفر عمل ايه؟ دخل في الوقود. فهو المين بروبلم بتاعه الحشيش ان كيس اوف ترانسبورتيشن انجري ايه؟ ديس اورينتيشن اوف سبيس، انه نير اوبجكت خلاص هيخبط ابير فيري ديستنت. طيب ايه كمان؟ احنا قلنا انه ممكن يعمل يوفوريا، ياخده عشان يعمل يوفوريا او يعمل ديسفوريا، اوكي؟ وده الحقيقه نتيجه الدبريشن افكت، لو واحد اصلا مبسوط مش محتاجه وبياخده مع اصحابه كده ممكن تيجي في الاخر يعيط. اوكي طيب الفيزيكال بقى تعرفوا منين بتاع الحشيش ده؟ الحقيقه موست امبورتنت نشوفها يعني كونجكتايبل كونجشن او بيسموها كونجكتايبل انجكشن. اوكي ات هاز ا فيري سترونج ريد اي اند وين يو اسك هيم واي يور ايز ار فيري ريد هي تو ويل تيل يو اي didnt sleep well last night actually he didnt sleep well no because he took hashish. اوكي dilated pupils a very common comment from the one who take hashish did you have something sweet did you have chocolate do you have chocolate. اوكي دايما عنده دي فيري فيري امبورتنت ابيتايت فور شوجرز وعنده درايف اوف ذا ماوث لانه عنده انكريز يورينيشن. اوكي كمان بيشتكي من ايه؟ تاكي كارديا، ممكن لو قال مره واحده يقع قلت ستاتيك هايبو تنشن. اوكي سو الفيزيكال ذا موست امبورتنت فور مي اي نو ذا بيشنت فروم لوك هي فروم هيز ايز. اوكي يوجوالي هاز ا فيري هيوج كونجكتايبل انجكشن او كونجكتايبل كونجكشن. اوكي بلس هي اولويز اسك يو دو يو هاف سمثينج سويت معكش شوكولاته معكش مجنونيه ولو قاعد في حته تلاقيه داخل قاعد على البافل يورينري فريكونسي. اوكي فيبقى عنده دراي ماوث دايما دراي ماوث وساعات يشتكي جدا من التاكي كارديا مع حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبو تنشن يعني لو قام مره واحده ممكن يوقع. دكتور هو مش بس يعني بيشتكي استيمال تلاقيه بيعمل اورثوستاتيك هايبو تنشن لو بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميليشن بس ازاي يعمل اورثوستاتيك هايبو تنشن؟ انا قلت ايه؟ لو قام مره واحده ده حتى العيان بتاع الهايبر ده ممكن لو قام مره واحده في المكان احنا العاديين لو انت هتاخدك عادي خالص قمت تسخين مره واحده ممكن ايه؟ تقول حاسه انها رايحه هو بقى ممكن يقع. بس المفروض ده اصلا ساعتها بيحصل لو مفيش تمبساتك تون. لا مع ممكن مع التوكسيك دوز قوي لو واخد كتير يعني. طيب الانفستيجيشن عندي روتين وعندي بلاد ويورين سامبل وهدفي فروم ذا بلاد اند يورين سامبل ايه؟ تترا هايدرو كانابينول دور على الميتابولايت لانه لو واخد الميتابولايت سيمبلي معناها انه واخد الايه؟ البوز. طيب التريتمنت يا جماعه التريتمنت الحقيقه مش حاجه خالص مهمه واحد سبورتيف ميجر اي بي سي اثنين جي اي تي لو جالي في اللابات هعمل ايه؟ اعمل بلاستيك لهارت اكتيفيتد شارك في سيرولوجيكال انتيدوت ملوش انتيدوت. طيب ما اهم حاجه ايه في عيان الحشيش بوجري؟ ري اشورنس برافو عليك واهم حاجه ريفرال فور سايكاتريست الراجل ده محتاج يتعالج لان هو واخد الحشيش عشان سيرتري لو هو مش معناها مش فلوس زياده مش اكسترا ماني هو وقت خليها من مشاكله هو عشان فشل عاطفيا فشل دراسيا بابا مامته ديفورسد ها يبقى الراجل ده محتاج حاجه سموها سايكولوجيكال ايه فولو اب. طيب تريتمنت اوف كرونيك توكسيتي لو تركوا ان الحشيش از نوت ان ادكشن از نوت سو انا اي كان ستوب هيم باي جاست اونلي ا ديسيجن انا هبطل حشيش انا مش هاخد حشيش ها يبقى اهم حاجه صدر ودرول حدش محتاج مصحه اثنين نو اوثرايزيشن ثلاثة محتاج سايكوثيرابي ممكن اديه عشان اللي موجود عنده ودي حاجة اسمها انتي ديبريسنت ها لكن الحقيقة الحشيش مثلا ادكشن بس باي ذا اند بيؤدي الى ريفرسبل برين طيب الكوكين او الكراك الكراك الكوكين او الكراك يا جماعة الكوكين عبارة عن بيتر وايت كريستالاين الكالويد موجود في حاجة اسمها الكوكا بلانت اسمها الكوكا بلانت الحقيقة استخدامات الكوكين او الكوكين اتعمل في الحياه عشان الانستيولوجي عشان التخدير فور انافاتيك دراج لانه اشهر دواء فيه الماركين والليدوكين والليدوكين ده يا جماعه ده انتي اريثميك اللي احنا خدناه في الاشتالس توكسيستي دراج ابيوز بيستخدموه ساعات في حاجه اسمها سبورت دوبينج ونشاطات وانوركسيجينيك يبقى اذا المين يوز الكوكين اتخلق في الحياه اوكي اتس كريتد اونلي فور تريتمنت اوف ذا بيشنت ها فور ذا ويلفير اوف ذا بيشنت فور انستيولوجي دراج like for example marcaine and anti-arrhythmic drug like lidocaine. Condition of the poison طبعا most commonly overdose in addicts خلاص ساعات medical dose overdose برضه في الايه؟ في anesthesiology. طيب بيتاخد ازاي يا جماعه؟ هو ده اللي بيتاخد sniffing the powder على السناف بوكس sniffing the powder الحقيقه ما فيش ضمير في مصر ما فيش ضمير يا جماعه ولا حتى في الكوكين في ضمير بيغشوا حتى الكوكين بيغشوا مش حاجه خالص
خلاص، لان الكوكين يا جماعه الشمه منه غاليه جدا، فبيغشوه بحاجه اسمها ادلتريتد سبسنس، زي ما حطوا عليه بيرمنت او تاك باودر، اي حاجه بيضاء يعني او كينين. طيب ساعات بندخلوه طبعا فري بيز، ممكن كان فري بيز اسمه الكراك، ومعروفه بين التين ايجر على انه هو معاه كراك او معاكش كراك، واي في طبعا كل شويه لو العيان ده بيظهروا. بصوا الحقيقه لغايه الحشيش معقول، المورفين والكوكين والهيروين سكه اللي يروح ما يرجعش. The one who will end by death. اوكي، لانه حتى الكوكين يا جماعه والمورفين والهيروين بعد العلاج الاكس الف طلع عندهم نسبه من التوكسين في البرين. ولما بيشوف اي حد بياخد مورفين او كوكين او مشتقاته يبقى عنده فيري فيري جود يعني انتنشن انه ياخد تاني. ما عدا بقى لو عنده ايراد، لكن علاجهم صعب جدا والاكس الف بتاعتهم الحقيقه يعني مش كويسه قوي. ترامادول بس. لانه برضه مش ادكشن. خلاص؟ الترامادول ليه تدلوه عن المورفين؟ لانه لازم ترانسفورميشن. عيان المورفين يفضل يشتكي طول عمره من ترانسفورميشن. الترامادول يعمل لك نفس الفيلينج اليوفوريا بس من غير ترانسفورميشن. خلاص؟ بس زي الحشيش باي دي ات يرفرس البرين دامج. والزهايمر بدري وشيخوخه بدري كل حاجه بدري. طيب الميكانيزم اوف اكشن، الكوكين ده الطعم الاصلي للسمباثو مايميتيك. فاكرين خدنا في الجنرال واتس كولد سمباثو مايميتيك توكسي دروم، كان من اهم حاجه فيها الكوكين والامفيتامينز. فالكوكين ده يا جماعه باورفل ذا موست بوتنت في ان اس ايه التيمينز. طب يعمل ايه بقى؟ بينترفير الريابتيك اوف كاتيكولامين. ما هو كلمه يا جماعه سي ان اس ستيمولانت ايكوال انه انكريز ذا كاتيكولامين. اند اي ويل تيل يو ارول لما اقول لك يا جماعه انهبت الريابتيك اوف سيرتن نيورو ترانسميتر مين ات انكريز ذا نيورو ترانسميتر. هقولها تاني، لما اقول لك توكسين بينهبت الريابتيك، خلي بالك يا جماعه بيحبوا العبيه جدا في الام سي كيو. لما اقول لك الدواء ده بينهبت الريابتيك اوف نيورو ترانسميتر معناها انه بيزود النيورو ترانسميتر، هو بيزود الكاتيكولامين ابينافرين ونور ابينافرين. ايه كمان؟ بينهبت الريابتيك اوف دوبا مين، بينترفير مع سيروتونين ايه؟ اكتيفيتي. انا قلت لكم انه من اهم استخدامات الكوكين هو الاناستيسيولوجي. ليه؟ ان هو بيعمل حاجه اسمها بلوكج اوف فاست صوديوم شانلز. الصوديوم از ريسبونسبل فور نيرف اكسايتابيلتي. When I block the channels of sodium, it means it will lead to okay, local anesthesia. Blocks the fast sodium channels. Okay. Clinical picture. أهم clinical picture الحقيقة للكوكين عبارة عن CNS وكارديوفاسكولار. طب ليه CNS؟ يعمل إيه يا جماعة؟ يعمل CNS stimulation followed by the end depression. ياخدوه ليه كوكين؟ ليه بيخلوهم هاي؟ يعني إيه هاي؟ يعني ميوفوريا وأجيتيشن ودليريوم وهالوسينيشن. وتوكتفنس. طب ايه كمان؟ هاديك ومنتال كونفيوجن. ايه كمان؟ اكزاجريتد ريفلكسز. لغايه هنا زي بقيه الادويه بتاعت السي ان اس ايه؟ ستيمولنت. بس الحقيقه العيب في الكوكين ان الاكزاجريتد ريفلكسز ده هيقلب بعد فتره الى نوم بتصرع. ستيتس ابيليبتس. سو ذا اكزاجريتد ريفلكس اند كونفرجن ويل تيرن انتو ابيليبسي ذا كيس اوف هاي دوز اوف كوكين. ايه كمان؟ هايبرثيرميا لانه بيزود الماسل كونتراكت بيعمل سيفير كونفرجن. بصوا كده الناحيه الثانيه كوز اوف ديث. الكوز اوف ديث وان اوف ذا موست امبورتنت كوز اوف ديث اوف كوكين از هايبر ثيرمي. اوكي ماشي. ايه كمان عندي حاجه اسمها باي ذا اند بقى سي ان اس ديبرشن اللي هو معناها لوس اوف ريفلكسز كونفرجن كوما اند ديث. سو ات كوز سي ان اس ستيميليشن فولود باي ديبرشن. وان اجين ذا سكند موست امبورتنت مانيفستيشن اوف كوكين از كارديوفاسكولار مانيفستيشن. ليه يا جماعه؟ ده واحد بيزود الكاتيكولامين، it increase the catecholamines. So it will lead to increase the blood pressure up to hypertension up to stroke. يبقى أول حاجة elevated blood pressure. اوكي up to stroke. اثنين بيعمل لك arrhythmia. ثلاثة ودي المهمة قوي عيان الكوكين يا جماعة بيموت من اوفر دوز من coronary artery spasm and thrombosis. coronary artery spasm and thrombosis. يعني غالبا اللي بنشوفهم عندنا في مركز سمو بيموتوا من اوفر دوز بيموتوا نتيجة coronary artery spasm أو ترومبوز. طب وايه كمان يا جماعه؟ باي ذا سيركيولاتوري كولابس. يبقى خلي بالكم سي ان اس اند كارديوفاسكولار ار ذا موست امبورت مانيفستيشن اوف كوكين توكسيسيتي. طيب اذر مانيفستيشنز طبعا اول حاجه عندي هنا الفيلير. ليه طلع مني هنا الفيلير؟ لانه بيزود الكاتيكولامين، ومعنى انه يزود الكاتيكولامين برافو عليك يا رانيا، بازو كونستريكشن. يعني حاجه بيسموها اورجن هايبو بيرفيوجن، واي حاجه تعمل حاجه بيسموها اورجن هايبو بيرفيوجن يعمل كدني هايبو بيرفيوجن. يعني معناها ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس، يعني رابسو مايرزن، يعني اكيو
الاكسيديشن ده اللي بيشم الكوكايين ده يا جماعه الحقيقه ربنا بيعاقبه، مش هو بيشم بمناخيره فربنا بيعاقب مناخيره. Perforation of the nasal septum ها very very important، دي very very important. Perforation حرف معناها nasal ايه septum. طيب مش هو بيعمل انجكشن للكوكايين نيكروتيك ارسرز، طب هو مش هو بيخش يبقى عايم ايفوريك ويبقى عنده ضغط بالهلوسينيشن كوكين سايكوزس، ممكن يقال از ا سايكاتريك بيشنت، يبقى ده عندي اذر ستيجنا فيلير نتيجه يا جماعه ان حاجه اسمها بيزود الكاتيكولاميد، لما يزود الكاتيكولاميد معناها بيعمل بازو ريستريكشن اورجان هايبر بيرفيوجن، يعني معناها رابد معرض واكيد رينا ايه فيلير. ربنا هيعاقب عيان الكوكين بتشيب مناخيره، طب والله راح ايه ده انا شايف اهالك بالفريشن اوف ذا نيزل سيبتم. طيب ايه كمان نمبر 2 مش انت تحقنها، طب والله انا حرقها لك نيكروتيك ايه او كوب بيرز نيكروتيك ارس راح تسموها الكوب بيرز، مش انت تاخدها عشان يبقى عندك هاي يوفوريا تصعيد، انا والله هبقى قصدك دماغك يبقى كوكين سايكوزس. دكتور هو ازاي لوكال الانستيزيا بيحصل لك؟ بالظبط كده هو بتاع ايه؟ ايه صوديوم تعقيدا؟ بتاع ايه؟ بتاع استخدار بايه؟ اكسستابيلتي، لما انا وقفت الاكسستابيلتي يبقى شغال. طيب انفستيجيشنز ايه بقى عندي؟ عندي حاجه سموها روتين انفستيجيشن، ثانيه واحده قبل ما نبتدي الانفستيجيشن، هيموت من ايه؟ واحد هيموت من هايبر ثيرمي، اوعى تنسى عيان الكوكين بيعاني من هايبر ثيرمي. مين تاني كان بيعاني هايبر ثيرمي؟ ومين تاني؟ برافو مين؟ فيري جود وافيدنت. من اشهر الحاجات اللي ممكن تموت العيان من السيفير هايبرثيرميا غير الكوكين اكاديمي اللي هم الاثنين تمباكو ماينكس. طيب يموت ايه كمان؟ من سيرش الاسيكيا، مش عارف ايه حاجه اسمها ايه؟ ديبريشن اوف ذا سي ان اس فولد باي ديبريشن، ما هو من ضمن الديبريشن مش عارف مين؟ اوف ذا ريت بايلاتري سنتر. ونص الاخر بقى من ايه؟ من سيركيولاتري كولاب او ديكريتال ايه؟ او ديبريشن اوف حاجه اسمها ايه؟ بازو موتور سنتر. ايه هو؟ قولي لي انت. increase muscle contractility convulsion يعمل convulsion لكل الجسم، هيبقى عنده هايبرثيرميا. طيب روتين انفستيجيشن نفس القصه، سيرم انفستيجيشن دور على الميتابولايت، دور على الميتابولايت. الميتابولايت بتاع الكوكين اسمه ايه؟ بنزويل ايكوجرين. تاني بنزويل ايكوجرين يا جماعه اسامي الميتابولايت مهمه قوي عشان بيحبوها على مستوى المالتي تشويس كويستشنز. طيب انا ممكن اعمل ديتكشن للكوكين الحقيقه اب تو 2 تو 3 دايز في اليورين، 2 تو 3 قد ايه؟ يومين ثلاث ايام، الحشيش بيقعد يوم عشان كده 24 ساعه، الكوكين يومين ثلاث ايام. طيب ايه التريتمنت بتاعه يا جماعه؟ نمبر 1 سبورتيف ميجر هسمعها بايه؟ من الجنرال طبعا مع سبيشال كونسيدريشن ان انا بعالج السي ان اس فيوريشن بحاجه اسمها كلور برومازين. ايه هو الكلور برومازين ده؟ كان عباره عن ايه؟ برافو عليك دكتور، فينوزايا زين وان اوف ذا ميديكال ايه؟ دراج. طيب بعالج الكونفرجن بايه؟ دايازيبام. ايه هو دايازيبام؟ بنزو دايازي فين؟ حاجه سموها ايه؟ سيرتي هيبنوتكس. طيب بعالج الهايبرتنشن بايه؟ برافو عليك طبعا الفا بلوكر صوت ناتشر بروسايد الفا بلوكر. بعالج الهايبرثيرميا بايه؟ بكون ديفورمنت مش من عملات، دي حاجه سموها ايه؟ انرجيتك وانتي. طيب امتى؟ بعد ما اعمل الكولد ايه؟ فورم. طيب الجي اي تي كونتامينيشن امفيز وجاستريك ايه؟ لافاج. لو ما عندكيش كونفرجن، لو عندك كونفرجن عالج الاول الكونفرجن وبعدين اعمل جاستريك لافاج. طيب بما ان هو يا جماعه ده بلانت بوجن يبقى هو كلهم يبقى فيهم حاجه سموها لوكال انتي. مين هم اللوكال انتي دول؟ واحد ايوه برافو عليك. الاول حاجه هتبني شاطر فور ادوبشن، اثنين فور اوكسيديشن، ثلاثه صوديوم بايكارب او ذا اسيد فور ايه يا جماعه بري سي سي ديش. برافو عليك يا رانيا وسلمى هيلين الحياه بسرعه ما شاء الله. طيب انهانس اليمينيشن، احنا قلنا يا جماعه ان الموست الكلاين دراجز عندنا مين؟ امفيتامين و وكوكين. يبقى اذا معنى كده دكتوره رانيا ممكن طالما هو بيعمل الكلاين دراجز ممكن اعالجه بايه؟ فورسد اسيدك. يا نهار اسود فورسد اسيد الدايرسيس، يعني بدخل ايام بايدي لا بيض طعام انت وسبورت ميتابوليك اسي وهو اصلا عنده ايه؟ لايبيلتي فور اكيوت رينال من الفازو كونتريكشن اورجن هايبو ايه؟ بيرفيوجن. يبقى انا صحيح ان كوكين هو وان اوف ذا موست فيمس الكالاين بلاس، هذا معناه او مش معناه ان انا اعمل له حاجه سموها ايه؟ فورسد اسيد الدايرسيس. ليه يا جماعه؟ معناها هدخل عيان بايدي انت وسبورت ميتابوليك اسي دوز ويتش ذا موست common complication of what's called metabolic acidosis is rhabdo معناها acute renal
والعيان ده اصلا عنده كده ريتو اكيدرينال ايه فيل. طيب الحقيقه very important هنا السيمتوماتيك تريتمنت، اهم حاجه كول كوايت انفايرمنت. لازم يا جماعه اقعد ضلمه ولا صوت ولا اي حاجه، لان اي صوت او اي ضوء هيدخل عيان في عنده اتاك اوف ايه اوف كونفرجنس. اوعى تنسى العيان ده هيعاني من الكونفرجنس. طيب العيان ده في الاخر يعمل حاجه سموها ساي كود، دي حاجه سموها ليثيا. طيب العيان ده عنده هايبرتنشن وتاكي كارديا، اديله بيتا بلوكر المفروض برانو لو. السؤال بقى فين الفيزيولوجيكال انتيدوت؟ نو فيزيولوجيكال انتيدوت. يبقى نو فيزيولوجيكال انتيدوت فور كوكين اند فور حشيش. ده سؤال اول خلاص. تعالى في الامتحان ايه يا ابني؟ قول لي كده الانتيدوت اول سؤال كده صدمه، قول لي قول يا ابني فيزيولوجيكال انتيدوت اوف كوكين. هتبقى قاعد كده تقول يا فندم والله انا مش عارف او مش فاكر. مش عارف ومش فاكر معناها انه موجود بس انت مش فاكر، لكن الاجابه تيم مارك ايه؟ فندم ما تستعبطش، ها العب غيرها. مفيش اصلا انتيدوت ايه؟ الاجابه بقى فول مارك. مفيش اصلا فيزيولوجيكال انتيدوت اوف كوكين، بس بما انه يا فندم وان اوف ذا بلاك بويزن اقدر استخدم معاه اللوج. دي الاجابه بيسموها هاي اي كيو انسر، ها شغال اي كيو. اوكي انا عارفه طبعا ان هو اتاثر شويه الاستريكنين. اخر حاجه هنقول والحقيقه انا مش ضامنه الامتحان هو لاز امبورتنت ان شاء الله يعني يتلغي النقط يعني شو اباوت، بس هنقوله برضه. عباره عن الاستريكنين. الاستريكنين ده عباره عن سم فريم اوكي تزوز فور كيلينج ذا راتس. سو اسم السورس بتاعه ايه؟ ده اللي من العمل بقى تريكلاس ناكس فوميكا سي. ده اشهر حاجه عندكم في البراكتيكال تريكلاس ناكس فوميكا ايه اللي هو ليه زرار، الزرار ليها امبيريكس. طيب موجود فين يا جماعه؟ او موجود معاه ايه؟ موجود معاه اكتف انجريدينت اسمه بروتين، بس الحقيقه بروتين ده 20 تايم لاس بوتنت عامل ايه؟ عامل ريسبتين. طيب اليوز يا جماعه ايه؟ ده رودنتي سايد. طيب ايه الكونديشن اوف ذا بويزنج؟ اكسيدنتال الحقيقه في الاطفال او في الاوكيبيشنال اكسبوجر، بس الحقيقه اللي فيري فيري كومن هو السويسايد، موجود في كل حته او هومي تايم. طيب الحقيقه السويسايد ده فيري فيري امبورتنت ليه؟ لانه اللي ربنا كرمه وكاين نفسه هيموت بالاستريكتين. هو ايه الام بتاع الانتحار؟ ان انا ما احسش بوجع المفروض اللوجيكلي، وانا يعني عندي لوجيك وعايز انتحر انتحر من غير بين دوت بين. لكن بحد الاستريكتين لو انا خدت قرار انتحر بالاستريكتين ده انا هكون باظ تلبس. ده هو انا بقى كره نفسي وربنا كرمني اكتر، ها؟ فاذا هموت بالايه؟ بالكون فاجنس. صعب ان انا اموتك هوميسايدو. ليه يا جماعه؟ لان هو ليه في فيري بيتر تيست، يعني ليه طعم شويه بيتر. فلو حد قال لك لا ده مثلا طعم الشاي متغير او طعم الاكل بقى مش حاكل، يبقى صعب اقتل بيه لكن سهل اتحرق. خلاص؟ اوكي ميكانيزم اوف اكشن ايه بقى يا جماعه؟ ده اسمه هيعمل كونفرجن انتل ديث. يبقى هو عشان يشتغل يا دكتور اماني حضرتك محتاج انه ايه؟ انه يعمل فيري فيري امبورتنت انه يعمل بلوكينج للبوست سينابتيك سايز فور جلايسين. وات از جلايسين؟ It's one of the most important major inhibitory neurotransmitter. يبقى لما انا حضرتك اعمل لك بلوكج لانهبيتور النيوروترانسميتر معناها هيحصل ايه؟ يحصل اكسايتابيلتي. يبقى لما انا اعمل دي فيري فيري امبورتنت يا جماعه، لما انا اعمل بلوكج فور بوست سينابتيك سايت فور جلايسين which is the most important major inhibitory neurotransmitter هيحصل ايه؟ ازود كل الايه؟ الاكسايتابيلتي. بالظبط من ايه بقى يا جماعه؟ Contraction مش بس في one group of the muscles. The contraction of all groups of the muscle. كل muscle of the body will contract. طيب ابقى هنا اديك البيكتشر. اولا هيظهر امتى السيمبتوم؟ هيظهر بعد نص تقريبا ايه؟ ساعه. كتير قوي بالجي اي تي نوزيا وفوميتنج ما علينا. دي يا جماعه ايه بقى؟ بين في الكرامس اول اوفر ذا بودي. خلاص اول حاجه الكونتراكت هو الفيشيال ماسل. يقول لك ايه؟ الراجل ده تركيز صفراويه. يعني لو مثلا نمرتي جايه مثلا حد الكوره انا نمرتي جايه اعمل كده. خلاص يبقى ايه؟ وانا كاتبه عزيز الصبح جمله حلوه قوي عجبتني. ساعات الامتحان ما بيقيس مستوى، او بره الامتحانات بتقيس مستوى ذكاء الطالب، في مصر بتقيس مستوى رخامه اللي حاطط الامتحان. اوكي؟ فاذا يعني contraction of the facial muscle سموها الضحكه الصفراويه، الراجل ده غلاوي قوي صفراوي كده. سموها ايه يا جماعه؟ بيتر سمايل او رايزس سادونيكس اسمها كده. خلاص؟ رايزس ايه؟ سادونيكس. طيب لما يحصل كونتراكشن كمان يحصل ايه؟ حاجه بيسموها هايلي ارشد باك، سموها اوبيت توتنس بوزيشن. ليه يا جماعه؟ لان الاكستنسور ماسل ار مور باور عن الايه؟ عن الفلكسرز.
يبقى very important features of the technique poisoning حاجتين داتا صفراويه رايز استرداني ده او بيتر سمايل اند هايلي ارشد باك او بيسموها يا جماعه ايه very important اوبن تطرف بوزيشن ليه يا جماعه لان الاكسنسر ماسل ار مور باور ذان فليكسرز. طب ايه بقى الكونفرجن؟ الكونفرجن يا جماعه هتظهر ان فورم اوف فيت وكل فيت هيقعد تقريبا فروم 1 اور 2 مينتس. طيب هيحصل ساعتها ايه سيانوزس وبيحصل سبازم اوف ذا ريسبيراتوري ماسل. خلي بالك سبازم اند ايه very important and state of the respiratory muscles. طيب وبعدين العيان ده followed by post ectal بعد الconversion ده post ectal depression. العيان ده ممكن ينام بس مش هيفقد الوعي، يبقى ممكن يسليم but he will not lose consciousness. ده فرق مهم جدا ما بين الاستثمين poisoning وحالات الابيليبسي. هقولها دلوقتي خلاص. العيان الابيليبسي ممكن بدون ابيليبسي يحصل له ايه؟ ينام يعني يفقد الوعي. عيان الاستريكنين اللي ربنا جاله ده عمره ما هيفقد الوعي، ممكن ينام لكن مش هيفقد الايه؟ الوعي. ده دي قال. طيب هيبقى عندي حاجه بيسموها لاكتيك اسيدوز. ليه يا جماعه؟ لان اللاكتيك اسيد ده باي برودكت اوف ماسكر ايه؟ اكتيفيتي. ده عنده فيري سترونج ماسكر ايه؟ اكتيفيتي، عنده سيفير كونفرجن اوف اول ماسكر اوف ذا بودي. خلاص؟ هيبقى عنده هايبرثيرميا كارديا وهايبرتنشن. هايبرثيرميا ليه؟ هايبرثيرميا ليه تتفرع؟ عشان الانكريز الماسكر ايه؟ اكتيفيتي كده للكونفرجن. ثانية واحدة الكوز اوف ديث هو هيتعمل اسفيكسيا. طيب during the conversion قلنا هيحصل حاجة اسمها spasm of the respiratory او حاجة اسمها ايه؟ respiratory muscles. يعني انهي تايب من اسفيكسيا؟ برافو عليك دكتور، برافو عليك يا سامي. peripheral اسفيكسيا انا عندي نوعين انواع الاسفيكسيا central and peripheral. لما يكون السنترال ده نتيجة للdepression of the respiratory center فيسموها central اسفيكسيا. لكن لما يكون الدب ده نتيجه لسباز او باراليسيس اوف ذا ريسبيراتوري ماسلز كول بريفرال اسيد. برافو عليك. طيب هيحصل ايه بقى في الاخر؟ ان في ده كونفرجن ممكن يا جماعه يموت اسفيكسيا برضه بس نتيجه للاكسبوشن بتاع الريسبيراتوري ماسل اند كمان ايه باي ذا اند ايه ريسبيراتوري سنتر. خلاص يبقى خلي بالكم during the conversion نتيجه لسباز اوف ذا ريسبيراتوري ماسل. اوعى تنسى العيان ده هيريمين كونشس تيل ذا اند. No loss of consciousness. طيب investigation very very important. عندي روتين وعايز تك investigation. طيب لما يا جماعه مصر بتتكسر بيطلع منها ايه؟ مايجروبين وانزيم بقيت مهم قوي اسمه ايه؟ سي بي كي كرياتين فوسفو. ساعات يا جماعه بيقيسوه في حالات الانجينا والمايكارديا انفارشن. برافو عليك يا سلام. يبقى اذا انكريد ايه؟ السي بي كي هنا هدور على مين؟ هدور على مين في السيرم؟ على ايه؟ كرياتين فوسفو كاينيز. طيب حلو قوي الكلام. نيجي بقى للتريتمنت. واحد سبورتيف ميجر، العيان ده يا جماعه شود بي كابت ان كول كوايت انفايرمنت لانه اي صوت او اي اضاءه او اي بعيد ما ينفعش عندنا في مستشفياتنا. يا فلان جبت الابره يا علان ما احنا قاعدين مع بعض. اوكي؟ اه ده غسل عيني يا سلام. خلاص ده ده دوله لوحدها احنا في دوله. خلاص؟ فاذا ايه؟ غير ضوء. يبقى اذا كيب ذا بيشنت ان كوايت دارك روم. كوايت دارك روم ليه؟ عشان تقضي اتاكس اوف كونفرج. طيب اهم حاجه العيان ده هيموت من اسفيكسيا فلازم يتلحق بايه؟ من تين بيتنس اير ويز. طيب ايه كمان؟ لو سمحت ده هو هنا يعني المخزن الرئيسي للديازين بان اللي هو علاج الكونفرجنس وان اوف ذا بنتو ديازين بين مهم جدا هنا. طيب جي اي سي كونتامينيشن طبعا ما تخلوش يرجع لانه الامسس هيخليه ايه؟ انذر اتاك اوف كونفرج. طيب جاستيك لافاج اعمله له بس بعد امتى؟ بعد ما تعالج الكونفرج. جاستيك لافاج ما يتعملش في وجود كوما او كونفرج. الاول عالج الكوما والكونفرج وبعدين اعمل له جاستيك ايه؟ لافاج. انهانس اليمينيشن طبعا باي ذا اند لو حصل له الفيل اعمله ايه؟ هيمو دايزيز. ايه هو الانتيدوت؟ عندي نوعين انتيدوت. عندي حاجه اسمها بيكيرونيا خلاص ده مهم قوي. ده بيعمل شلل في العضلات نيو ماسكر ايه؟ باراليسيس. او حاجه بيسموها اي بي ميفيلسين وده يا جماعه ماسل ريلاكسر اللي بيدوا الناس اللي هم بتوع الايه؟ اللي عندهم حاجات في الظهر توجعهم حاجه اسمها اي بي ميفيلسين ده ماسل ريلاكسر. طيب سيمبتوماتيك تريتمنت طبعا صوديوم بايكارب لاكتيك اسيدوز واهم حاجه عالج الهايبرباليكس حاجه اسمها ايه؟ كولد فولدز. ديفرنشال دايجنوز بقى دكتور اماني هو حالات الفيتس اللي حضرتك تحصل دي ومنها العيان يسليب باي دونت لوز كونشنس تلبب مع ايه؟ الحقيقه مع حاجتين مع ابيليبسي وتيتنس. ابيليبسي يا جماعه هتلاقي عيانين الصرع عندهم هيستري. سال اهل العيان اه فعلا هو كان جاله صرع وهو صغير ابيليبسي باست هيستري.
تاني حاجة العيان بتاع الابيليبسي بيفقد الوعي ان بتوين ذا فيتس يبقى حصل ده ايه؟ كاشدز. تالت حاجة بيحصل حاجة اسمها نسموها تونيك اند كرونيك ايه؟ كونفرجن. ايه هو تونيك كرونيك كونفرجن ده؟ يعني ايه تونيك فيز يعني ايه كرونيك فيز؟ خلاص؟ التونيك فيز معناها ان البيرسون ده بيفقد الوعي واللوك كويكلي لوز ايه؟ كونشسنس. بيحصل ايه يا جماعة؟ ان السكيلتال ماسل سادنلي بتنز وبعدين يحصل ايه؟ ان كل بتلاقيها في الافلام كلها ان الاكستريمز كلها دي مور توورد ذا بودي يبقى متشدد كده لفوق اوكي او بوشت اواي فروم ات يبقى تلاقيه عامل كده تلاقيه عامل ايه؟ كده. وبعدين يحصل ايه؟ ليه بنخاف عليه الصرع؟ لان ممكن يجي له نقطه صرع وهو ماشي في الطريق فيحصل له ايه؟ يقع فعرضته صعيد. فاللي عنده حالات صرع في البيت ما يسافش لوحده بلكونات لان ممكن يحصل له حاله صرع واقف في بلكونه فيعمل بلكونه. خلاص؟ ولا يعرف يسرع لوحده لانه لو عاش يسرع لوحده ممكن يقع بره مره واحده وعربيه تدوس عليه. فيموت من ايه؟ من الترانسبشن انجن مش من الايه؟ مش من الابيليبسي. خلاص؟ طيب الكرونيك فيز بقى يحصل ايه يا جماعه؟ هو ده اللي سيت اب ايه؟ اوف كونفرجنس. ان مره واحده المسرح هتكونتراكت ولاد، كونتراكت ولاد، حاجه سموها ايه؟ الكونفرجنس. يبقى يا جماعه الابيليبسي بيحصل فيه حاجه سموها تونيك اند كرونيك ايه؟ فيز. لكن التاني كله ايه؟ كونتراكشنز وبعدين في النص ممكن يسليب بس دونت ايه؟ دونت لوز ايه؟ كونشسنس. طيب كلام راح وكلام جميل. ايه بقى التيتنس؟ لازم يكون وقع عنده وجع يحس اوف ذا ووند. خلاص؟ عنده حاجه بيسموها لوك جو. كانه فكه مقفول لوك جو. طب ايه كمان؟ عنده هايبرتونيا بتوين ذا فيس. مش بقى بينام ولا بيلوز كونشسنس زي الابيليبسي، لا ده عنده هايبرتونيا ايه؟ ان بتوين ذا فيس. فيري امبورتنت. يبقى الديفرنشال دايجنوز عندي العيال الاثنين تخصيص دي حاجتين ابيلابسي اند تيتنس. المين ديفرنس او اللي يميز الاثنين ان هو نو لوس اوف كونشسنس تيل ذا اند، هيفضل صاحي تخرج كده ربنا كرمه وهو ايه؟ كاره نفسه. اوكي؟ يلا وات اي كول بيرز؟ بيرز يعاقب مين؟ هبتدي بالجمله بيرز يعاقب مين؟ بتاع الكوكي. ايه هو؟ نيكراتيك ارسنس او كوك بيرز. كلام رائع. Describe the physical picture of the new poisoning. Describe. أهم حاجة تركة بدوية اسمها رايزر ايه؟ كاتوليكا هاوبيتن سمايل والهاي ارش باك وايه كمان؟ أهم حاجة الكونفرجن ان بتوين ويتش يلاقي ده مصوص ايه؟ كونشسنس. طيب يا ايه حشبت ويتش فور ادكشن؟ How can you manage? Subordinates, GIT, but the most important is reassurance and psychiatric follow-up.